السلام عليكم شباب، كنتمنى ان شاء الله تكونوا في اتم الصحه والعافيه. مرحبا بكم ان شاء الله في هذا الفيديو، هذا الثالث ياك في التكامل والدواء الاصليه. ديجا كنا تعرفنا الى عقلتو على تحديد الدواء الاصليه الاعتياديه، من بعد على الدواء الاصليه ياك، ولكن كنحدوهم عن طريق العمليات على الدواء المشقه ياك، ونسميناهم العمليات. من بعد كنا تعرفنا كذلك على علاقه التكامل بمساحه الحيز، ومن بعد اخر نقطه اللي كنا تعرفنا عليها في الفيديو الثاني، تعرفنا على حساب اش المكمل بالاجزاء ياك. دابا ان شاء الله في هذا الفيديو غنحاول ما امكن نثبتوا هاد النقط ديالنا ياك، وغنخدموا ان شاء الله اللمسات الاخيره فيما يخص التكامل وعلاقته بالدواء الاصلي وحساب مساحه الحيز. نخدموا تكاملات اللي هما بساط ياك، وغنخدموا كذلك ان شاء الله تكاملات اللي هما عن طريق مكمل بالاجزاء. متفقين ياك؟ خلينا ان شاء الله ندخلوا التمارين ديالنا. المهم شباب، مقترح عليكم هاد التكامل هذا. مثلا عندنا التكامل ديالنا من بي 4 حتى بي 3 ديال اش ديال طونجون دو اكس. نورمالمون حنا ما كنعرفوش الدالة الاصليه ديال الطونجون ياك، ولكن ديجا عارفين بان الطونجون ديال اكس نورمالمون هو اش، هو السينوس على الكوسينوس. اذا الشباب مقترح عليكم هاد التكاملات هادو. عندنا هنا التكامل ديالنا من بي 4 حتى بي 3 ديال اش ديال طونجون دو اكس. نورمالمون طونجون ديال اكس ما كنعرفوش ليه الداله الاصليه ديالو ياك، ولكن حنا ديجا عارفين بان الطونجون ديال اكس هو نورمالمون اش، هو سينوس ديال اكس على الكوسينوس ديال اكس. اذا هاد التكامل ديالنا اش غيصبح لينا؟ غيصبح لينا تكامل من بي على 4 حتى بي على 3 ديال طونجون ديال اكس، اللي هي نورمالمون سينوس ديال اكس على اش على الكوسينوس ديال اش ديال اكس. اذا هنا كيتحتم لينا اننا نعرف العلاقه اللي تتربط لينا المقام مع البسط. ركزوا معايا مزيان، دابا المقام ديالنا عندنا الكوسينوس. نورمالمون شحال الشقق ديال الكوسينوس؟ بالعلاقه اللي كنت عطيتكم، الدائره اللي كنا خدمنا، كنقولوا هنا عندنا اش، عندنا سينوس ياك، وهنا عندنا اش الكوسينوس، وهنا موان سينوس، وهنا اش موان الكوسينوس. الا مشينا بهذا الاتجاه كنمشيو باش بالشقاق، ويلا رجعنا بالاتجاه المعاكس باش كنرجعوا بداله اصليه. دابا ملي كنقول لك الشقاق ديال السين هي الكوس، شاد الكوس موان سين، شاد الموان سين موان كوس، شاد الموان كوس سين، وحنا غاديين. مي الداله الاصليه ديال الكوس هي السين، الداله الاصليه ديال السين هي موان كوس، وحنا غاديين مزيان. اذا شنو هو الشقاق ديال الكوسينوس؟ هو موان سينوس. اذا خاصك تحاول ما امكن انك تخلق لي الاشتقاق ديال المقام في البسط. ما عجبكش هذه خليها. سينوس شنو هي الاصليه ديال السينوس؟ هاي الاصليه ديال السينوس هي الموان كوسينوس. اذا دابا نتوما اختاروا اللي بغيتوا، سواء تخدم ليا بالاصليه ديال البسط او لا تخدم ليا بالشقاق ديال اش ديال المقام. ناخذ الشقاق ديال المقام، شحال عندنا الشقاق ديال المقام؟ الكوسينوس هو موان سينوس. اذا شنو نقول؟ غنقول بما ان اش الكوسينوس دو اكس بريم تساوي اش موان سينوس ديال اكس. اذا خاصني نحاول ما امكن انني نخلق موان سينوس في البسط. هنا للاسف ما عندناش موان سينوس، عندنا سينوس. اذا بغيت نخلق موان سينوس غندخل موان لداخل ونخرج موان برا. دونك هاد التكامل هذا اش غيولي عندنا؟ تولي عندنا التكامل ديالنا من بي على 4 حتى بي على 3 ديال اش ديال قلنا سينوس، غنردو موان سينوس. هاي كانت عندي نورمالمون سينوس ديال اكس على الكوسينوس ديال اكس. اذا اش غندير دابا انا؟ غندخل واحد الموان غتكون عندي هنا برا، وموان لداخل. متفقين مزيان؟ اذا شنو هي نورمالمون هاد موان سينوس؟ هي الكوسينوس بريم. اذا هاد التعبير هذا اش غيولي؟ غيولي هو اش؟ هو ناقص تكامل من بي على 4 حتى بي على 3 ديال اش ديال الكوسينوس ديال اكس اش بريم على الكوسينوس ديال اكس عادي. متفقين ياك؟ مزيان. اذا دابا هاد التعبير هذا بالله عليكم واش ماشي هو اف بريم على اف عاديه؟ ولا عقلتو قلنا ملي تكون عندنا اف بريم على اف عاديه الداله الاصليه ديالها هي الالان ديال القيمه المطلقه ديال اف. اذا شكون هي اف ديالنا هنا؟ اف ديالنا هي الكوسينوس. اذا شنو هي الداله الاصليه ديال الكوسينوس بريم على الكوسينوس عادي؟ هو الالان ديال القيمه المطلقه ديال الكوسينوس. اذا هنا اش غتكون عندنا؟ هذه غتكون عندنا هذه التتمه ديالها هي هذه، ها هي غتكون عندنا التتمه ديالها هي هذه ناقص معقوفه. قلنا الداله الاصليه ديال بريم على العادي هو الالان، ها هو الالان القيمه المطلقه ديال اش
ديال الكوسينيس ديال اكس ياك القيمه المطلقه من عين من بي على 4 حتى لين حتى بي على 3. اذا دابا بقات لينا غير مساله التعويض، غنعوضوا بي على 3 ونعوضوا بي على 4. الى عوضت اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا ناقص قوس الالان ديال اش ديال بي على 3 ديال الكوسينيس استسمح الالان ياك القيمه المطلقه ديال الكوسينيس ديال بي على 3 ياك ناقص الالان القيمه المطلقه ديالها ديال الكوسينيس ديال بي على 4 تقي تساوي ناقص قوس الكوسينيس ديال بي على 3 شحال كيساوي نورمالمون؟ نورمالمون الكوسينيس سينيس ديال بي على 6 شحال؟ 1 على 2 ياك. الكوسينيس ديال بي على 6 هنا باش نبقاو عاقلين، الكوسينيس ديال بي على 6 شحال؟ جذر 3 على 2. هنا عندنا الكوسينيس ديال بي على 3 هو نورمالمون هو اش؟ هو السينيس ديال بي على 6 اللي هو 1 على 2. اذا هاي هي الالان ديال القيمه المطلقه ديال 1 على 2 ناقص الالان الكوسينيس ديال بي على 4 جذر 2 على 2 هي الالان ديال القيمه المطلقه ديال جذر 2 على 2 متفقين؟ تساوي هنا غير مساله التعويض كنعوضها كالكول ناقص اش الالان قلنا 1 على 2 الى قلبتها غتولي ناقص الالان ديال 2 ناقص نورمالمون الالان ديال جذر 2 على 2 الى قلبتها غنخرج ناقص غتولي الالان ديال اش ديال 2 على جذر 2 و 2 على جذر 2 اللي درنا عمليه اختزال نورمالمون 2 على جذر 2 راه هي جذر 2 اس 2 الكل على جذر 2 ولا اختزلنا جذر 2 مع جذر 2 شحال غتبقى عندنا جذر 2 اذا شحال غتولي عندنا الالان ديال اش ديال جذر 2 القيمه المطلقه عادي ما عندناش مشكل اصلا العدد عندنا موجب مزيان نكمل دابا هنا كيف ما قلت لكم غير مساله حساب كالكول تساوي ناقص هنا عندنا اش ناقص الالان ديال 2 زائد نورمالمون هاد الالان ديال جذر 2 هي الالان ديال 2 الكل اس 1 على 2 وهاديك اس 1 على 2 الى هبطنا شحال غتولي عندنا زائد 1 على 2 الالان ديال 2 غير باش نذكركم الى عقلتوا في الالان كما تعرفنا على الالان ديال ا اس ان هي اش هي ان الالان ديال القيمه المطلقه ديال ا كنهبطوا الاس وكنديروا القيمه المطلقه اذا هنا اش غتبقى عندنا هنا بعد ما غنعملوا باش بالالان ديال 2 غتولي عندنا هنا ناقص الالان ديال 2 عامل اللي ناقص 1 زائد 1 على 2 اذا ناقص 1 زائد 1 على 2 نورمالمون شحال غيعطينا هي اش هي 1 على 2 اذا غتبقى لنا ناقص 1 على 2 اش الالان ديال 2 اذا هذه هي القيمه ديال هذا التكامل ديالنا متفقين خلينا دابا ندوزو للتكامل الموالي اذا فيما يخص هذا التكامل الشباب عطاونا هنا التكامل ديالنا من 1 الالان ديال 2 ديال اش ديال 1 على الاكسبونسيال ديال اكس زائد 1 دابا هنا عندنا كسر كذلك ياك ولكن للاسف الا شدينا المقام ديالنا اللي هو الاكسبونسيال ديال اكس زائد 1 وشقيناه الشقاق نورمالمون ديال 1 صفر والشقاق ديال الاكسبونسيال هو نفسه ما الا الاكسبونسيال ما عنديش في البسط اذا خاصني نحاول نخلق الاكسبونسيال اذا كنفكر انني نضرب في الاكسبونسيال ونقسم على الاكسبونسيال ولكن الا ضربت في الاكسبونسيال وقسمت على الاكسبونسيال ديك الساعه غنولي نفكر في مكامل الاجزاء حيت غيكون عندي جداء ياك ولكن الجداء ما فيهش عدد كون كان مثلا عندنا عدد بامكان ان نخرجه من التكامل مزيان اذا هنا غطاه لينا فكره انني بغيت نكون البسط غيكون على شكل مقام يعني غنزيد وغنقص اش غتولي عندي في هذا التكامل ديالي غنولي هذا التكامل ديالي من 1 الالان ديال 2 البسط ديالنا اللي هو 1 غنضيف ليه الاكسبونسيال اذا الا ضفت اش غتولي غتولي 1 زائد الاكسبونسيال ديال اكس وغنقص الاكسبونسيال ديال اكس الكل على الاكسبونسيال ديال اكس زائد 1 بحال ما درت والو زدت الاكسبونسيال ونقصتها تساوي التكامل ديالي من 1 الالان ديال 2 1 زائد الاكسبونسيال على الاكسبونسيال زائد 1 نورمالمون هو 1 غير سيباري قسمت هذا على هذا ناقص الاكسبونسيال ديال اكس على الاكسبونسيال ديال اكس زائد 1 اذا هنا الامور بخير بالنسبه لهذا العدد ديالنا 1 شنو نورمالمون الداله الاصليه ديال 1 هي اكس اما هنا الاكسبونسيال ديال اكس زائد 1 اللي عندنا في المقام الشقاق ديالو شحال هو الاكسبونسيال علاش لان الشقاق ديال 1 صفر متفقين ياك اذا الا بغيت نسيباري اش غتولي غتولي التكامل من 1 الالان ديال 2 ديال 1 ياك دي دو اكس ناقص تكامل من 1 الالان ديال 2 ديال اش ديال الاكسبونسيال ديال اكس على الاكسبونسيال ديال اكس زائد 1 وكيف ما قلنا دابا سابقا انا نورمالمون الشقاق ديال المقام راه عندنا في البسط
اذا هنا الباس ديالي اللي هو الاكسبونسيال ديال اكس نورمالمون شنو هو؟ هو الاكسبونسيال ديال اكس زائد واحد اش بريم، متفقين ياك؟ مزيان. اذا هذه ولات اش ولات هذه؟ هي اف بريم على اف عاديه. اذا شنو هي الاصليه ديالها؟ هي الاله ديال اف. اما هنا عندنا الداله الاصليه ديال واحد شنو هي؟ هي اكس. نكملوا هنا، اذا غتولي عندنا هنا الاصليه قلنا ديال واحد هي اكس، ها هي اكس من واحد لين الاله ديال اثنان ناقص، هنا قلنا الاصليه ديال اف بريم على اف عاديه هي الالان ديال القيمه المطلقه ديال اف. ها هي الالان القيمه المطلقه ديال الاكسبونسيال اكس زائد واحد من واحد لين الاله ديال اثنان. اذا هنا بقات لنا مساله التعويض، غنعوض. اذا عوضنا اش تولي؟ تولي عندنا الاله ديال اثنان ناقص واحد، حيت كنعوض هذا هو الاول ناقص هذا، ياك؟ ناقص قوس باش ما تخلق باش يخلق شي مشكل. معوض بالالين ديال اثنان هي الاولى، هاي الالين القيمه المطلقه الاكسبونونسيال ديال الالين اثنان زائد واحد، نسد القيمه المطلقه ديالي، ناقص صوره ديال واحد، هاي الالين القيمه المطلقه ديال الاكسبونونسيال ديال واحد زائد واحد، قيمه مطلقه سد القوس ديالك، تساوي الالين ديال اثنان ناقص واحد. دابا بقات مساله التعويض، هاكا معوض وكنحسب وحساب ناقص. دابا هنا الاكسبونونسيال مع الالين مشى، شحال بقى عندنا هنا؟ اثنان، اثنان زائد واحد هي ثلاثة، إذا ناقص قوس الألين ديال ثلاثة، ياك؟ هنا عندنا ياك؟ قلنا هنا ياك؟ أه ناقص أش؟ الألين هنا الإكسبونونسيال ديال واحد هو أو، والقيمة المطلقة ديال أو زائد واحد هي أو زائد واحد، لأن الإكسبونونسيال موجب، إذا تبقى لي هنا أو زائد واحد، ياك؟ تساوي بغيت تخليها بحال هكا خليها، بغيت تزيد تبسط زيد تبسط. غتولي عندك الالين ديال اثنان ناقص واحد، هنا دخلت الناقص غتولي ناقص الالين ديال ثلاثة ناقص مع الناقص هي زائد الالين ديال او زائد واحد، تساوي نجمع الالينات بوحدهم، ها هما عندي هنا الالين ديال اثنان والالين ديال ثلاثة والالين ديال او زائد واحد، هادو بجوج بيهم غندير ليهم جداء، وهنا غيكون عندنا في المقام. إذا أش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا هي الالين ديال جيل اثنان عامل لاش لأو زائد واحد، ياك؟ الكل على اش؟ على ثلاثة، متفقين ياك؟ ناقص واحد، هذا هو بستة جمعتها وبستة، متفقين ياك؟ دابا غنمشيو نديرو مراجعة ياك؟ بالتمارين الموالية إن شاء الله. فيما يخص التمرين الرابع، عطاونا قال لك أسيدي نعتبر التكاملين، إي اللي هو تكامل ديالنا من صفر بي على اثنان إكس فوا سينوس أو كاري ياك ديال إكس، والتكامل ديالنا الجاي من صفر ل بي على اثنان اكس كوسينوس او كاري. فيما يخص السؤال الاول قال احسب اي زائد جي و اي ناقص جي، ياك؟ والسؤال الثاني يستنتج اش اي و جي. اذا دابا انا بغينا نحسبوا المجموع والطرح، لاحظوا معايا، الى خديت دابا اي زائد جي تساوي بكل بساطه الى عوضنا التعبير ديالنا اي، شحال عندنا التعبير ديالنا اي؟ هو التكامل من صفر لين ل بي على اثنان ديال جيل اكس فوا سينوس او كاري ديال اكس، ياك؟ زائد زائد تكامل ديالنا من صفر لين لبي على اثنان ديال جيل اكس فوا الكوسينوس او كاري دي دو اكس، ياك؟ تساوي دابا انا بحكم انه عندنا نفس الاطراف ديالنا، هاي عندنا من صفر لبي على اثنان فيهم جوج بيهم، اذا بامكاننا اننا نجمعو بجوج بيهم التكاملات في تكامل واحد، اش غيولي؟ غيولي التكامل من صفر لين لبي على اثنان ديال اش؟ ديال اكس فوا سينوس او كاري ديال اكس زائد اكس فوا الكوسينوس او كاري ديال جيل اكس. دابا هنا الى عملنا بواحد اكس اش غتبقى عندنا؟ غتبقى عندنا اش؟ التكامل من صفر لين لبي على اثنان ديال جيل اكس عامل لاش للسينوس او كاري ديال اكس زائد الكوسينوس او كاري ديال جيل اكس. وبالله عليكم شنو هي السينوس او كاري زائد الكوسينوس او كاري؟ هي واحد، اذا لا كانت هي واحد مشات، اش غتبقى عندنا؟ اكس. وشحال ديال الاصلي ديال اكس؟ هي اكس او كاري على اثنان، إذا شحال تساوي لنا؟ هي إكس أو كاري على اثنان من صفر لين لبي على اثنان. إذا لا بغينا نحسبو القيمة ديالها غنعوضو، إذا لا عوضنا أش غتولي؟ غتولي عندنا بي على اثنان أس اثنان الكل على أش؟ على اثنان ناقص صفر أس اثنان على اثنان، تساوي صفر على اثنان مهم صفر مشى بحالو، بي على اثنان أس اثنان هي بي أس اثنان على نورمالمون هنا عندنا أربعة مع اثنان غتولي أش؟ ثمانية. إذا حنا لقينا القيمة ديالها جي المجموع، بقات خاصنا دابا اش القيمة ديالها؟ هي الفرق. إذا إلا خدينا دابا إي ناقص جي تساوي، يلاه إلا خدينا إي ناقص جي اش غتكون؟ التكامل ديالنا من صفر لين لبي على اثنان ديال جي إكس فوا سينوس أو كاري ديال إكس،
ناقص اش جي اللي هي التكامل من صفرين بلا اثنان ديال جي اكس فوا الكوسينوس او كاري ديال جي اكس. مزيان تساوي كذلك عندنا نفس الاطراف. اذا الا جمعنا التكاملات بجوج بهم تكامل واحد اش تولي؟ اولي عندنا تكامل من صفرين بلا اثنان ديال جي اكس عام. احنا فرقناهم ياك؟ اذا الا فرقناهم هذا جمعناهم هاي ناقص جمعناهم. اذا اكس عام الا السينوس او كاري ديال جي اكس ناقص اش الكوسينوس او كاري ديال جي اكس. متفقين معايا ياك؟ مزيان. دابا انا غنخدموا واحد العلاقه ديالنا ديجا كنا قريناها. شنو هي العلاقه اللي قرينا؟ قريتوها من سيزيام. انه انا نذكر بها انه اذا كان عندنا الكوسينوس ديال جي اثنان ا راه تساوي لنا الكوسينوس او كاري ديال ا ناقص سينوس او كاري ديال ا. هذيك اللي خدمناها بها في السيزيام. الا بغينا نبسطوا الكوسينوس ديال اثنان ا هي الكوسينوس او كاري ديال ا ناقص سينوس او كاري ديال ا. متفقين؟ مزيان. اذا دابا هنا الا لاحظتوا معايا اش عندنا هنا؟ عندنا السينوس او كاري ديال اكس ناقص الكوسينوس او كاري، كنلاحظوا بانها لوبوزي ديال هذه. مزيان. اذا خاصنا نخرج واحد الناقص. اذا خرجنا واحد الناقص اش غتولي؟ غتولي عندنا ناقص تكامل من صفر لين بي الى اثنان ديال جي اكس فوا. خرجت الناقص اصبحت لينا كوسينوس او كاري ناقص سينوس او كاري ياك؟ وكوسينوس او كاري ناقص سينوس او كاري شنو هي؟ هي الكوسينوس ديال اثنان اكس. اذا ها هي الكوسينوس ديال اش؟ ديال اثنان اكس. متفقين؟ مزيان. اذا دابا الشباب غنرجع معكم للمكامل باجزاء. ملي كنهضروا الى عقلتوا على البيس هاي البيس ملي تحط لينا البيس قلنا ا لا طونجونت لا كوسينوس لا سينوس ال لي فونكسيون لوغاريتميتيك الدوال اللوغاريتميه بي بولينوم الحدوديه او ليكسبونونسيال الدوال الاسيه اس سينوس وكوسينوس. دابا انا لاحظتوا معايا في هذه الجوده اشنو طاح لينا؟ طاحت لينا الحدوديه مع داله مثلثيه. اذا حدوديه مع داله اش؟ مثلثيه مع السينوس. اذا لما كنعطيو الاولويه في الاصليه كنمشيو دائما بهذا اللي عقلتو. لما غنعطيو الاولويه لما للسينوس فاش في الاصليه السينوس والكوسينوس الا طاحوا لي مع الحدوديه. اذا لما غنعطيو الاولويه في الاصليه الكوسينوس ديال اثنان اكس. متفقين؟ غنكملوها هنا. اذا شباب قلنا هذه غنخدموا باش بمكامله بالاجزاء. اذا بكل بساطه شنو هي الداله اللي غنحدد لها الداله الاصليه ديالها؟ هي الكوسينوس ياك. قلنا ملي كنرجعوا للدائره ديالها اللي عقلتو قلنا عندنا هنا سينوس ياك، وعندنا هنا اش الكوسينوس، وعندنا هنا اش موان سينوس، وعندنا هنا اش موان كوسينوس. اذا ملي كنسولكم على الداله الاصليه العكس الاصليه ديال اش ديال الكوسينوس فاوتوماتيكمون هي اش؟ هي سينوس ياك. ولكن ما نساوش هذا المعامل هذا، حيت دائما كناخذوا الشقاق ديال وسط الكوسينوس، لان الكوسينوس والسينوس كنعتبرهم مركب دالتين، اف رونجي لعقلتو ياك. اذا الشرط الاساسي انني خاصني نقسم على اثنان، علاش؟ حيت المعامل ديال اكس عندنا هنا هو اثنان. متفقين؟ اذا هنا اش بغيت نقصد لكم؟ الاصليه ديال الكوسينوس ديال اثنان اكس ماشي هي السينوس ديال اكس، اولا السينوس ديال اثنان اكس، لا، هي واحد على اثنان سينوس ديال اثنان اكس. علاش؟ حيت هانت الكوسينوس ديال اثنان اكس الاصليه هي واحد على اثنان سينوس ديال جي اثنان اكس. علاش؟ حيت الا شديتي هادو وشقيتيها راه كنشقو تا ما بداخل السينوس. اذا شحال عندنا الشقاق ديال ما بداخل السينوس؟ شحال شقاق ديال اثنان اكس؟ اثنان. اذا اثنان غتمشي لينا مع اثنان، شحال تبقى لينا؟ الكوسينوس، لان الشقاق ديال السينوس هو الكوسينوس. متفقين؟ مزيان. اذا غنكملوا هذه قلنا غنخدموها باش بمكامل الاجزاء. اذا غتكون تساوي لينا اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا كناخذ دائما الى عقلتو معقوفه ياك، معقوفه ناقص تكامل. هنا عندنا اش من صفر لبي على اثنان، من صفر لين لبي على اثنان ياك. هنا غنعملو بحال غنعملو بواحد الناقص اللي عندنا هاي، بحال عملت بهذا الناقص هذا اللي عندي ياك. مزيان. اذا شنو هي الاصليه قلنا ديال كوسينوس اثنان اكس؟ هي واحد على اثنان سينوس اثنان اكس. انا غنكتبها هنا، ها هي واحد على اثنان سينوس ديال جي اثنان اكس. هنا كذلك واحد على اثنان سينوس ديال جي اثنان اكس. اما بالنسبه للداله الثانيه قلنا كنكتبوها هنا عادي وكنكتبوها هنا الشقاق،
اذا هنا غنكتب اكس عاديه، هاي اكس غنكتبها عاديه هي مضروبه فاش في اكس، وهنا الشقه ديال اكس هو واحد. متفقين؟ مزيان. اذا شحال غتولي عندنا؟ اذا دخلت الناقص غتولي ناقص معقوفه اش اكس على 2 سينوس ديالها جير 2 اكس، ياك من صفر لين بي على 2 ناقص. دابا هاد الناقص مع هاد الناقص اش غتصبح؟ غتصبح لينا زائد، ياك ها هي زائد. هنا الى خرجت هاد 1 على 2 برا غتولي 1 على 2 تكامل اش من صفر لين بي على 2 ديالها جير سينوس 2 اكس. متفقين ياك؟ مزيان. اذا دابا شنو هي الاصليه ديال السينوس؟ هي ناقص الكوسينوس. شنو هي الاصليه ديال السينوس؟ هي ناقص الكوسينوس. وما ننساوش واحد على جوج الى عقلتوا عليها. يعني اش غتولي عندنا؟ غتولي عندنا ناقص اش اكس على 2 سينوس ديالها جير 2 اكس اش من صفر لين بي على 2 زائد 1 على 2. هنا معقوفه ديالنا قلنا السينوس ديال 2 اكس ديال الاصلي ديالها شنو هي؟ هي ناقص الكوسينوس ديالها جير 2، هاي ناقص 1 على 2 الكوسينوس ديالها جير 2 اكس، ياك من صفر لين بي على 2. إذا دابا أنا بقات لنا مسألة التعويض، غنعوض بي على 2 ونعوض بصفر، نعوض بي على 2 ونعوض بصفر. متفقين؟ مزيان. دابا غنمشيو للسؤال الثاني، السؤال الثاني اش قال لك؟ قال لك استنتج القيمة ديال الجيل إي والقيمة ديال الجيل، هذا غنشرحو لكم ساهل، لاحظ معايا. دابا بكل بساطة لقينا القيمة ديال الجيل إي زائد الجيل، لقيناها على ما أظن هي بي وستنان على 8 إلا عقلتو، ياك؟ دابا إي ناقص الجي تساوي، بعد ما غنعوض بي على 2 ونعوض بصفر، غتعوضوا غتلقاو القيمة ديالكم. إذا ها نتوما لقيتوا القيمة ديالكم. هنا كنلاحظوا بأنه عندنا ندمة. ندمة. إذا هاد الندمة بكل بساطة أش غندير؟ غنجمع الطرفين معا، غنجمعهم. إذا جمع الطرفين معا، هذا مع هذا غيمشي. غتبقى عندنا أش 2 إي تساوي بي أس 2 على 8 زائد هاد القيمة هادي اللي غنلقاوها. ياك؟ إذا إي تتساوي بي أس 2 على 8 زائد هذه القيمة، الكل مقسوم على جوج. هاي بي أس 2 على 8 زائد القيمة، الكل مقسوم على جوج. إذا لقينا القيمة ديال إي، ولا بغينا القيمة ديال جي، غندير الفرق، غنقص هذا من هذا. إذا العوض أنني نجمعهم، غندير الفرق. ملي غندير الفرق، شكون اللي غيمشي؟ غيمشي إي مع إي. إذا أش غتولي عندنا؟ تولي عندنا إي 2 جي تساوي، إلا طرحت هذا من هذا، راه مشات إي مع إي، غتبقى إي 2 جي تساوي بي أس 2 على 8 ناقص هاد القيمة، هاي هاد القيمة اللي حسبنا، ياك؟ إذا نستنتج أن جي تساوي بي أس 2 على 8 زائد ولا ناقص ناقص هاد القيمة، الكل مقسوم على 2. إذا كنكونوا لقينا أش القيمة ديال جي إي وديال جي. متفقين؟ إذا في هاد الفيديو هذا درنا واحد التذكير بصفة عامة، التكامل العادي والتكامل اللي كنحدوه عن طريق أش مكامل بأجزاء، وخدمنا خدمنا المثال ديال جيل دالة مثلجية. متفقين ياك؟ الحصة الماجية إن شاء الله غنمشيو نديرو مراجعة للامتحانات الوطنية. شباب ركزوا معايا مزيان، الحصة الماجية إن شاء الله غندير مراجعة لاش الامتحانات الوطنية، غنخدم معكم إن شاء الله مراجعة في الأعداد العقادية، مراجعة في الهندسة الفضائية، مراجعة في المتتاليات، مراجعة في التكامل، مراجعة في الدوال سواء ألين أو لا إكسبونونسيال، ياك؟ متفقين؟ يعني غنخدمو إن شاء الله وطني كامل من أحسن زيد ما عدا الاحتمال، الاحتمال باقي ما خدمناش. متفقين؟ غير نتعودوا بعدا إن شاء الله على الوطنيات، ومن بعد ديك الساعة إن شاء الله نكملوا البروغرام ديالنا. أعانكم الله.